كعادتها تفاجئنا هالة صدقي كل عام، سواء بالشخصية التي تؤديها أو بالتألق الذي يتجاوز كل حدود التصور. هالة صدقي هذا العام شخصية كئيبة نكدية قميئة، يمكن أن تثير في كل معاني القبح. كل اللي أنا بقوله ده معناه أن الشخصية أثرت فينا بشكل كبير. هلا صديقي، اهلا بيك. شوف المقدمه تخلي واحد مش عارف انت بتشكر فيا جامد قوي الحقيقه، يعني استهلال غير مبشر الحقيقه، يعني بس ماشي الحال ماشي. ده معناه انه الشخصيه اثرت. طبعا اثرت طبعا، بس ما قميئه ونكديه قوي. هل يعني صعب جدا ان في حد يقول لما اعمل شخصيه كده، خاصه الفنانه يعني اللي تقول ايه، يعني لما شويه تبقى مشغوله بالحفاظ على جمالها وانوثتها فازاي هتظهر بشخصيه؟ ده عملت حسابات كل ده؟ يعني طبعا عملت حساب كل ده، بس في النهايه انا بعمل شخصيه ملهاش علاقه بيا، يعني نموذج للمراه موجود في الوطن العربي، يعني طبيعه المراه العربيه ممكن تبقى قليل من النكدية، ولكن ممكن تبقى حلوة بس نكدية لطيفة، بس دي فيها كل الحاجات البشعة. البشعة. طيب، عشان تعملي بقى كل الحاجات بقى، خلينا بس نشوف يعني المشهد، يعني ربما أول مشاهد المسلسل مع عادل إمام، اللي كمان يعني ربما أثار الانتباه أكثر، لأن الشخصية اللي هنشوفها دي شخصية قميئة جدا، وشخصية تعبر عن القبح وعن الاستفزاز.